بص، دي مسألة كانت في السنة بتاعتنا، تمام؟ أهو يعني أنا مش عارف هي واضحة قوي ولا لأ، بس يعني عامة إيه الإيه؟ هو مديني الجراوند ليفل بتاع أول نقطة دي، تمام؟ ومديني الجراوند ليفل ومديني الإنفرت ليفل، ومديني شوية أرقام للماسورة، ومديني وعايز الإنفرت ليفل ده. فهطبق إيه الكلام اللي أنا لسه قايله لك، اللي قبله ناقص ال L طول الماسورة في الإس، تمام؟ بعد كده لو مشينا شوية هو مديني ده منهول، بعد كده ده منهول برضو، تمام؟ معيش الإنفرت ليفل بتاع ده، ومعيش الإنفرت ليفل بتاع ده، ومعيش برضو الانفرت ليفل بتاع ده. طب ده انا ممكن اجيبه من النقطه دي اللي هي عباره عن ايه اللي قبله، تمام؟ اهو انا مديني الانفرت ليفل بتاع ده، تمام؟ فعشان اجيب الانفرت ليفل بتاع ده هجيب اللي قبله، تمام، ناقص ال ال في الاس، تمام؟ جبت الانفرت ليفل بتاع ده، فكده ده وده انا معايا، اقدر اجيب الاثنين دول، صح؟ اتفضل لي ده اجيبه بانهي طريقه؟ الطريقه الاولى ان انا معايا ايه، ان انا معايا ايه تلات نقاط اهي. بقى انا معايا مثلا الانفرت ليفل اللي انا لسه جايبه من هنا، والانفرت ليفل اللي انا لسه جايبه من هنا، فاضل الانفرت ليفل اللي هنا اللي هو عباره عن ايه، اقل كراون في الاثنين دول، تمام، ناقص دي. اروح احسب الكراون لده، واروح احسب الكراون لده، واروح اجيب الانفرت ليفل ده. بس ده فكره المساله عامه.